بكم مرة تانية. مؤخرا بدأ الحديث عن الذكاء الاصطناعي يكتر بشكل كبير جدا، عن بس مش بنتكلم بقى عن فوائد الذكاء الاصطناعي او بنحتفي بالذكاء الاصطناعي، لا بالعكس بقى في تخوف من الذكاء الاصطناعي وحتى يمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتر من مجال. وبناء عليه مفوضو الاتحاد الاوروبي وصلوا خلاص لاتفاق بخصوص اول قواعد شامله للذكاء الاصطناعي في العالم، وده هيمهد الطريق للرقابه القانونيه على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا اللي غيرت الحياه اليوميه وخلقت مخاطر وجوديه على البشر. السؤال الاهم، هل هنقدر بالفعل نسيطر عليها؟ هل بالفعل نقدر نحط قوانين وتشريعات للحد من اثارها السلبيه؟ هذا الاتفاق اللي كانت جمانه بتتكلم عنه المفترض انه هيحط قوانين وقواعد منظمه لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل جاد جدا. يا ترى شكل هذه القواعد اللي هتترسم هيكون عامل ازاي؟ الى اي مدى هتحد كمان من مخاطر استخدامات هذه التقنيه؟ قراءه وافيه هنستعرضها دلوقتي بالتفصيل مع ضيفتنا اللي موجوده معانا عبر زوم، الدكتوره جيهان الفقيه، استاذ قانون المعلوماتيه بالجامعه اللبنانيه. دكتوره صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتكم ولجميع مشاهدينا. يا أهلا بيكي. أوروبا تعلن السيطرة على مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال قواعد شاملة، إيه قراية حضرتك لهذا الخبر؟ نحن اليوم اللي عم نعيشه بتطور الذكاء الاصطناعي عم نعيش مرحلة متطورة جداً، ما بتقدر القوانين تواكب وتلحق هيدا التطور وما بتقدر انه تسبقه، وبالتالي فالذكاء الاصطناعي بيسبق التشريعات والقوانين بشكل كثير كبير. ونحن اليوم مثل ما عم نشوف انه من نيسان 2021 بدات المفاوضات حول وضع تنظيم قانوني لقواعد الذكاء الاصطناعي او وضع مدونه سلوك اخلاقيه للذكاء الاصطناعي، ولكن نهار الجمعه المفوضيه الاوروبيه للاتحاد الاوروبي كان بعد سلسله اجتماعات اقرت هذه القواعد التنظيميه واعتبرت انه هي الاولى في العالم وتكون الوجهه العالميه لقوانين وتنظيم الذكاء الاصطناعي. طيب يعني حضرتك قلتي دلوقتي انها تكون بمثابه مدونه قواعد اخلاقيه او قوانين اخلاقيه، فهل ده معناه انه القواعد دي ممكن نعتبرها بدايه لوجود قانون واضح لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في قاره اوروبا، او خلينا نقول انها هتبقى مجرد يعني قوانين او مبادئ استرشاديه، يعني ما حدش ملزم انه يلتزم بيها؟ يعني هي بعد ما يقر الاتحاد الاوروبي ككل يعني باتفاق جميع اعضائه ال 27 نحن رح نشوف انه هذا القانون لن ينفذ في القريب العاجل، يعني رح يتم تنفيذه ببدايه ال 2025، وهذا بيعمل مشكله كثير كبيره لانه نحن مثل ما بنعرف انه تطور الذكاء الاصطناعي بلحظه بكل لحظه من اللحظات عم يتطور بشكل سريع، وبالتالي اذا نحن اقرينا القانون وبدا تنفيذه بال 2025 فنحن رح نكون قدام معضله كثير كبيره انه نحن مع هذا التشريع ما رح يواكب هذا التطور وما حيلائم الاشياء اللي هي رح تطلع بالذكاء الاصطناعي بشكل كثير جديد. صحيح هذا لأنه متطور. نعم بقول لحضرتك لانه دايما الذكاء الاصطناعي دايما في تطور. نعم اتفضلي يا فندم. هيدا القانون اعتبر انه في اشياء كثير خطيره ولا يمكن التغاضي عنها واشياء مقبوله، صنفها يعني صنف تطبيقات الذكاء الاصطناعي حسب مخاطرها، يعني نحن بنعرف انه الذكاء الاصطناعي له تاثيرات ايجابيه وله تاثيرات سلبيه، تاثيراته الايجابيه انه قدر يتخطى الذكاء البشري وبسرعه كثير كبيره مثل التعرف على الصوت، الصور والكلام، وايضا ذكاء
الاصطناعي ساهم بتطور كثير من القطاعات مثل الطب، التعليم، الهندسي، القانون وغيرها، وساهم بتسريع الوقت وجهد للناس. ولكن من ناحية ثانية كمان بنشوف انه هذا الذكاء الاصطناعي كان له تأثير كثير سلبي على ثقافة الإنسان وعلى الإنسانية والبشرية بحد ذاتها، انه هدد كثير من الوظائف لعدد كثير كبير من الأشخاص حول العالم، بالإضافة إلى الاستعمال الخاطئ له، أنه تم تصنيع أسلحة ذاتية التحكم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى القرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية والتزييف العميق وغيرها. كرمال هيك نحن بحاجة لإيجاد قوانين مرنة ما بتمنع التطور التكنولوجي للذكاء الاصطناعي، ولكن بتساهم أنه يصير في تنظيم لقواعد هذا القانون واستعماله بشكل آمن ويأمن سلامة وحياة الناس. طب الشركات اللي موجودة بالفعل يا دكتور، يعني شركات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة بالفعل، هل في قوانين أصلا خلينا نقول بتحكم إطار عملها، ولا لسه العالم دلوقتي يعني ابتدى أنه يفوق على أنه لازم يبقى في قوانين منظمة لهذه الشركات وعمل هذه الشركات؟ يعني هو القانون لاحظ أنه أي انتهاك من قبل الشركات الكبرى والشركات العملاقة مثل جوجل، مايكروسوفت وغيرها، أنه هذه الشركات بحال انتهكت هذا القانون الاتحاد الأوروبي وقواعده السلوكية التنظيمية، رح يكون في غرامات مالية كثيرة، ده في المستقبل يا دكتور، حدود 30 مليون يورو أو 6% من عائدات وأرباح الشركة السنوية، وبالنسبة للشركات الكبرى نحن عم نحكي بمليارات الدولارات. نعم، بس ده يمكن في المستقبل، في غرامات على هذه الشركات في حال انتهاكها لهيدا القانون، اللي نحن عم نقول انه هو رح يبدأ تنفيذه بشكل كامل بال 2025، وبالتالي في هذه الشركات رح تفرض عليها غرامات يعني فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون. طبعا وتحت هذه الفكرة يا دكتور، بس يعني سؤال حضرتك، يعني حاليا وفيما سبق شركات اللي عملها متعلق بالذكاء الاصطناعي، هل كان في قوانين أصلا بتحكم عملها، ولا لسه احنا في إطار هذه القوانين اللي لسه هتطبق في القريب العاجل زي ما حضرتك قلت؟ لا يوجد كان أي قانون من قبل لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كان الذكاء الاصطناعي مثل ما شفنا ومؤخرا أنه كان عمالقة التكنولوجيا بالعالم، إيلون ماسك وغيره والأب الروحي للذكاء الاصطناعي جيفري هامبتون، أنه طلبوا أنه نتروى شوي بتطوير الذكاء الاصطناعي، لأنه لم يعد هناك قدرة للبشر على متابعة والسيطرة على الذكاء الاصطناعي مثل ما هو عم يتطور، وبالتالي كان في خوف كتير كبير من سيطرة الذكاء الاصطناعي أنه يصير عنده المقدرة على تطوير ذاته وتدمير يعني يعتبر البشر عنصر غير فعال ويقضي على البشرية. كرمال هيك كان في طلب مهلة أنه نحن نوقف تطوير الذكاء الاصطناعي بمرحلة معينة لوضع قوانين وقواعد تنظيمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استعماله من قبل الشركات الكبرى، خاصة أنه صرنا عم نشوف مؤخرا كثير من التضليل وكثير من خطاب الكراهية وكثير من التزييف وصناعة الرأي العام الكاذب، وبالتالي فالذكاء الاصطناعي عم بيغير بحياة البشرية وأصبح خطير جدا على حياة البشر. طيب دكتورة، بالإضافة لإيجابياته اللي حكينا عنها، ولكن الآن أصبح يعني الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية، ونحن بحاجة لقوانين تقدر تقمع شوي تطور الذكاء الاصطناعي لنقدر نحن نتطور فيه بشكل قانوني وبشكل مشرع ومعرفة. طيب هل حضرتك شايفة أنه الاهتمام الأوروبي وحده يكفي؟ إحنا بنتكلم في تقنية عابرة للحدود القارات، يجب أن يكون هناك اهتمام من كل الدول.
في اهتمام من كل الدول، الرئيس الأمريكي كمان مؤخرا حكى عن تنظيم الذكاء الاصطناعي بكل دول العالم، ولكن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كانت الأولى بالعالم اللي هي ناقشت هذا التنظيم وهذا القانون، واعتبرت أنه بحال إقراره للقانون راح يكون الأول في العالم اللي حيتبعه باقي الدول في التطبيق وفي التنظيم. نحن بنشوف أنها خطوة كثير مهمة، وخطوة يعني بدنا نقول شعلة مضيئة إذا نحن قدرنا نطبق هذا القانون بشكل كثير كبير وبشكل كثير فعال، خاصة أنه نحن عم نشوف أنه الذكاء الاصطناعي عم يتطور بشكل مضطرد، وبالتالي نحن ما عندنا القدرة والسيطرة عليه حتى تشريعيا. يعني حتى بالقانون نحن ما عم يقدر القانون يواكب هذا التطور في الذكاء الاصطناعي، ما عم يقدر يلحق يعني يواكبه ويلحقه لكن وينسق اعتقد يا دكتوره تطبيقاته انه لو في الخير. قواعد وقوانين بتنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لازم تكون موحده على مستوى العالم كله، لانه نعم من الممكن ان يكون هناك خرق لهذه القواعد في دوله مثلا وليكن في الولايات المتحده الامريكيه، لكن هذه القوانين وضعت من قبل المفوضيه الاوروبيه، فكيف تطبق هذه القوانين على دوله اخرى؟ فيجب ان تكون هذه القوانين قوانين ثابته وموحده في كل دول العالم. قانون الاتحاد الأوروبي اللي تم مناقشته اعتبروا أنه هذه الشركات طالما أنه هي موجودة بالاتحاد الأوروبي وأنه مواطنين عم يستعملوا هذه الابليكيشنز، هذه التطبيقات من قبل الشركات العملاقة الكبرى، ويتم استعمال بيانات هؤلاء الأشخاص، وبالتالي فهذا القانون يطبق عليهم. يعني لنقول فيسبوك، تويتر، يعني الآن إكس، منصة إكس، تويتر سابقا، وغيرها من التطبيقات، الانستا وغيرها. نحن اليوم اللي عم نشوفه انه هذه التطبيقات موجوده بالاتحاد الاوروبي وعم يتم استعمالها من قبل مواطنينا، فاعتبرت انه بحال استعمال مواطنينا لهذه التطبيقات فالقانون يطبق الاوروبي على الشركات. سيطبق عليها. فنحن من هون بنشوف انه القانون فرض غرامات كثير عاليه على هذه الشركات في حال انتهكت هذا القانون، على الرغم من وجودها معظمها في أمريكا. يعني نحن بنعرف أنه معظم الشركات الكبرى العملاقة، مايكروسوفت، جوجل، الفيسبوك، تويتر، وإنستا وغيرها، هي موجودة، مقر الرئيسي هو بأمريكا، ولكن يمكن محاسبتها وتغريمها من قبل الاتحاد الأوروبي لأنه هي تطبيقاتها موجودة وتستعمل من قبل المواطنين في الاتحاد الأوروبي. طيب دكتور جيهان، يعني انطلاقا من نفس النقطة، الحقيقة يمكن زي ما حضرتك ذكرتي الأب الروحي للذكاء الاصطناعي جيفري هينتون، كان من ضمن مخاوفه أو من أكبر مخاوفه أنه الذكاء الاصطناعي يمكن إحنا اللي كنا متعودين عليه في الفترة السابقة أنه الروبوت أو أيا كان نوع الآلة أو الآلة اللي بتستخدم يعني في الذكاء الاصطناعي كانت بتغذى ببيانات أو بأوامر هي بتقوم بتنفيذها. المشكلة انه بقى في ذكاء اصطناعي توليدي بقى قادر ان هو يحلل هذه البيانات وقادر ان هو يخرج اصلا بتحليلات وبنتائج خاصة بيه هو، وبكل تأكيد يقال انه قدرته على حتى استخراج هذه البيانات او التحليل بتكون اقوى من قدرة البشر. النقطة دي ازاي من خلال هذه القوانين يمكن اصلا ان تحل، خاصة ان حضرتك قلتي ان هذه التطبيقات بتستخدم من قبل مواطنين وبتكون موجودة بالفعل للناس إن هي تستخدمها؟ يعني مثل ما شفنا بتشرين 2022 كان عندنا تشات جي بي تي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعرفنا انه نحن هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي صار في له اكثر من نسخه. يعني عندنا تشات جي بي تي، عندنا جي بي تي 4 واوتو جي بي تي وميدجورني وغيرها من التطبيقات اللي هي تستعمل الذكاء الاصطناعي، اللي نحن بنشوفه انه هذا
الذكاء الاصطناعي التوليدي بيعتمد على بيانات الأشخاص وجميع البيانات الموجودة بالعالم، ولكن هذا التطبيق يفتقر إلى الدقة، وبالتالي في كثير من الآراء والمعلومات المضللة. يعني بأمريكا شفنا أنه كثير من المحامين اعتمدوا على الشات جي بي تي، وكثير من الأكاديميين والجامعيين بأبحاثهم بمقالات وبغيرها اعتمدوا على هذا التطبيق، وبالتالي طلع أنه معظم هذه المعلومات ما عندها أي مصدر، وما وبالتالي هي مضللة. يعني نحن عم نشوفه أنه هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي عم بيغير العالم، وعم بيصنع رأي عام عالمي مثل ما حصل مؤخرا بغزة. نحن كنا عم نشوف أنه في كتير استعمال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهذه الحرب وأيضا بكثير من الأمور. القانون ما عم يقدر أيضا يواكب هذا التطور، ومن هون الخوف اللي نحن عم نعيشه بهذه المرحلة، أنه على الرغم من العمل على تشريعات وقوانين كتير مهمة على مستوى العالم، ولكن يبقى التطور التكنولوجي أسرع من التطور التشريعي.